النجاح الكبير اللي حققته الايس ووريور تشالنج في دبي، قررنا ان احنا ننقل الخبره دي هنا، وان يبقى فيها توعيه اكتر طبعا للناس عن الرياضات الشتويه، ويبقى في مجال لمشاركه الرياضيين المصريين في حاجه مخصوص بالشكل ده. فالنهارده كل الخبرات دي لما بتتجمع مع بعض، ودي النسخه الثالثه للايس ووريور تشالنج، الايفنت بيطلع بشكل كبير ناجح الحمد لله، وبيلاقي اعجاب كبير جدا من المشاركين معانا. احد الاهداف الاستراتيجيه المهمه جدا بالنسبه لنا هي التوعيه عن النشاط الرياضي بالاخص النشاطات الشتويه، الرياضه الشتويه يعني. وعشان نقدر الكلام ده يحصل بشكل اكبر وناجح، الهدف الاكبر لينا طبعا هو ان يكون في اتحاد مقام، والاتحاد ده هيساعدنا ان احنا نزود عدد الفعاليات اللي بنعملها على مدار السنه، وبكده نزود التوعيه عن الرياضات الشتويه. والله بص، هو تعود، وانا انا انا بحب السقعه، يعني بحب ان انا اتمرن في جو يعني زي ده، بارد، اخد دش بارد، يعني انا بحب وبعدين خلي بالك الرياضي دايما بيحب اللي هو يبقى بيتمرن في الاجواء دي، بيبقى مبسوط بالاجواء دي قوي. النسخه الثالثه لتحدي محاربي الجليد، النسخه الاولى كانت جامده جدا، النسخه السنه اللي فاتت كانت اجمد واجمد، السنه دي 750 شخص النهارده بيشارك، فدي حاجه يعني مبشره بالخير، ان الناس عايزه حاجه جديده، عايزه تعمل رياضه في جو زي ده، يخشوا تحدي في جو زي ده. وانت عارف ان احنا مصر الجو فيها معتدل، ما بيجيلناش ثلج، ما عندناش ثلج، فلما يبقى في زي حاجه زي دي في مصر، الناس تبقى مبسوطه وجايين عايزين يشاركوا ويعيشوا الاجواء اللي بيشوفوها دايما في التلفزيون بره. يعني الموضوع متعب بس لازم تخلصه، يعني الموضوع منهك قوي للنفس، وهي تطلع بقى الرامب ده الكبير ده هتنهار، بس لازم تكمل كده كده. لا لا، الايفنت لذيذ وحلو قوي، واعتقد ممكن يعملوا حاجات تانية اقوى من كده كتير بقى، بعيدا عن التلج حتى كمان، ممكن يعملوا فيديوهات تانية في مصر حلوه زي كده. انا ما كنتش متوقع ان هي هتبقى بالكواليتي دي، والناس كلها طيبين وبيشجعونا وعايزيننا ان احنا نكسب وكل حاجه تمام. لا هو بصراحه هو في فرق كبير، النفس بيكون اصعب بكتير، بس انا متعود يعني على التلج وكده، فعرفت اعدي الحمد لله. المشاركه كانت حلوه جدا، انا عرفت عنه عن طريق اذاعه يعني، وجينا وانبسطنا قوي قوي، وان هي تجربه جديده اصلا يعني، هي بتتعمل كل سنه بس احنا اول مره السنه دي نيجي. يعني الاجواء بصراحه برد جدا جدا، يعني نتمنى مصر يبقى فيها تلج كده، بس يعني لا الجو برد جدا، فده كان بيشكل صعوبه شويه، بس الواحد بقى مع العوائق وكده بيسخن بقى ويتحمس وكده.